المساعدة المالية لأكثر من 90,000 مستفيد. أما بالنسبة للمطاعم الإفطار، تم معاينة 32، هذو تم الترخيص لهم، وتبقى هذه العملية مستمرة حتى في بداية في الشهر الفاضل. كذلك بالنسبة لمشاركة الأسرة المنتجة في الأسواق التضامنية، وهذا لعرض وبيع منتوجاتهم بهذه المناسبة الفضيلة. والحمد لله في هذا الشهر عندنا على ولاية شلف عندنا 7 أسواق راهم منتشرين على مستوى جميع البلديات الولاية، إدراج الحرفيين يعني اللي راهم متواجدين على مستوى غرفة الصناعة التقليدية، اللي يكونوا كان هناك عمل للتنسيق مع باش يشاركوا معنا في هذه الأسواق التضامنية اللي تشرف عليها مديرية التجارة.